مساء الفل على كل اللي بيتفرجوا على اكيل في كل حته في العالم، واهلا بيكم حلقه جديده النهارده من التجمع الخامس هانجر ستيشن. الاسم جاي لو تلاحظوا من فيلم هانجر جيمز، والمنيو كمان الاسامي بتاعته متاخده من مصطلحات وحاجات اتقالت في الفيلم. فكره حلوه، فكره بسيطه، مينلي فرايد تشيكن وبرجر. الناس كلها بتعمل فرايد تشيكن وبرجر، هم عملوا شويه اضافات. عارفين التيبون؟ تيبون ستيك، ها بيبقى فيها العظمه بتاعت، لا هو عاملها ساندويتش من غير العظمه، وهكذا شويه افكار كده في الساندوتشات جديده وحلوه. احنا جايين نجرب دي بالذات. خلينا في المنيو بتاعنا نفس الحاجه اللي موجوده عند كل الناس، وزودنا عليها خمس ساندوتشات كده حبينا نتميز بيهم، نميز نفسنا بيهم. حلو قوي بصوص البرتقال ده. الله 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 الله، What is this? This is اختراع. نقول اولا ان حته اللحمه دي بتتحط في التدخين لمده 14 ساعه. طارق الزنوكي، ازيك عامل ايه؟ الاسم معروف قوي بس في مجال تاني خالص بعيد عن الاكل. ايه اللي جاب الاسم ده في الاكل؟ احنا اساسا شغالين في المعادن والحاجات اللي زي كده تخص المطبخ، وبعد كده عملنا شركه المواد الغذائيه، فلقيت نفسي ان انا كده تغليف وتوزيع المواد الغذائيه. اوكي. فلقيت نفسي ان انا بطلع كل المكونات اللي تقدم الاكل بصوره كويسه للناس. اوكي. فجت في بالي فكره ان انا طب ما انا اتعامل مع العميل او مع الزبون دايركت على طول، وبحاول اقدم لهم حاجات كده باشكال كويسه، بتست كويس، مكان ظريف. اوكي. يعني الموضوع ابتدى بشركه لتغليف وتوزيع المنتجات الغذائيه. بالظبط. بكل انواعها بقى، خضار ولحمه لا 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 لا، الحاجات الرز، سكر، دقيق، بقوليات، توابل، الحاجات اوكي اللي هي الاساسيات اللي بيتبني عليها المطعم. بالظبط. طيب فكره حلوه. هانجر ستيشن ده اول فرع ولا ده اول فرع لينا؟ ده اول فرع. حلو قوي. انت بنيت هانجر ستيشن بناء على ايه؟ يعني انا شايف المنيو في فراخ بانواعها، وفي برجرز ولحمه بانواعها، وكمان في بط. انا شفت ساندويتش يتيم كده بتاع بط، طبعا هجربه يعني. بس هي النقطه انه الكونسبت بتاع المطعم بتاعك ايه؟ احنا كنا حابين نعمل حاجه يعني مميزه شويه، فلقيت المطاعم كلها تقريبا فرايد تشيكن وبرجر، فخلينا في المنيو بتاعنا نفس الحاجه اللي موجوده عند كل الناس، وزودنا عليها خمس سندوتشات كده حبينا نتميز بيهم، نميز نفسنا بيهم. شفت انا في ساندوتش منهم الريب اي، الريب اي حته الريب اي بالظبط، ريب اي بس من غير العظمه طبعا يا جماعه، الريب اي من غير عظمه. ريب اي، بريسكتس، وريبس، وشورت ريبس، وميزنا نفسنا بحيث اننا مختلفين حتى لو حاجه بسيطه يعني عن الناس. هو انا اول مره اشوف الحاجات دي في ساندويتش، لان عاده اول ما بتقول ريب اي او بريسكتس او ده بتيجي في دماغك المصمصه، في عظم وفي مصمصه. بالظبط. انت سهلنا شويه، شلنا بالزبط. بس في القرقوشه بتاعت البريسكتس دي ان شاء الله كل ده يا ريت لو موجودين عندك ان شاء الله كل ده. اوكي. فمن هنا انت طورت بس فكره انه بدل برجر وفرايد تشيكن عملت جزء اللي هو جزء حاجات مختلفه تماما، مختلفين عن الناس الصغيره. اوكي. بص انا عارف ان انت قلت لي ان انت مالكش في الكاميرات قوي، فانا مش هطول الانترفيو. هقول لك بس، هل في نقدر نقول ان في جزء من المنيو عليه الطلب اكتر من الجزء الثاني، ولا الموضوع متقسم؟ لا الحمد لله، يعني المنيو شغال يعني كله. اوكي. وانت عامل شق الفرايد تشيكن، فرايد تشيكن بقى زي فرايد تشيكن زي الماركات العالميه المشهوره. بالظبط كده. طب ندوقها دي بقى، ندوقها عشان نشوف الطعم تعجب حضرتك. مش اي حد بيعرف يظبطها. لا ان شاء الله تعجب حضرتك. خلاص انا بشكرك، وهندخل على الجد على طول، مش هضايقك اكتر من كده. انا عارف انت والكاميرات مش اصحاب، هنخش على طول على الاكل وندوق وكده ونقول راينا. بشكرك.
هنبتدي بالابيتايزر. اخترنا حاجة اسمها بوتشي بوم، دي 39.99 اللي هو يعني 40 جنيه يعني. تعال نشوفها مع بعض كده. هي بطاطس محشية جبنة. منظرها من جوه. وفي بس هي يعني بتلكك. اوكي. طعمها طعم قوي من غير الدريسنج او الصوص، بس طبعا انا ما عرفتش اخدها بالصوص. هي ايه يعني ماسكه نفسها بالعافيه. بالدريسنج حلوه حلوه الفكره، بس لازم تبقوا عارفين ان انت اول ما تاخد قطمه تلاقيها بتكر. ممكن بقى نعمل كده عشان ما نعملش نفس الغلطه تاني. حلوه جدا. وبعد كده عندنا الفرايد تشيكن، ده اسمه انجري تشيكن، اللي هو 3 قطع دجاج وواحد بطاطس وواحد خبز وكولسلو، وهم مزودين الثلاثة ستريبس دي. عايز اجرب الفراخ اللي كل الشباب بيحبها. انا ما بعرفش اميز الورك من هو، لا دول 3 صدور. ماشي. حلوه الفراخ وحلوه الطبق المقرشه اللي بره دي، ده بينزل جار جبنه معاها. ده غالبا هتلاقيه 1000 ايلاند. ده رانش باربيكيو، واحد منهم هيبقى مسترد واحد هاني ماسترد. انت هو بينزل لك معاه صوصات وانت تختار منها. نجرب الكولسلو. حلو. هتقولي هو الكولسلو فيه فاتي؟ اقول لك في ناس بتعمله مر. حلو الكولسلو. اوكي. ما تستهونش بأي حاجة بتتقدم في الأكل. لو أنت ما بتعرفش بتعمل إزاي، تاخدها في سكة تانية خالص. في ناس بتعمل كولسلو مسكر، مسكر قوي، هو لازم يبقى مسكر خفيف. في ناس بتعمله مسكر قوي لدرجة إن أنت تحس إنك بتحلي في وسط الأكل. ده غلط. في ناس بتاخده في سكة إن هو رشة برتقان عليه، دي سكة تانية خالص. في ناس بتلاقيه مر، يعني طب إيه السلطة في كده؟ المهم، ناخد ده بقى. الساندويتش ده اسمه لامبر جاك، وده عبارة عن اولا ده ب 58، وفي سايزين، في الدبل ب 73 وفي التريبل ب 88. طبعا انا ما بطلبش الدبل والتريبل عشان المنظر قدام الناس. ده عبارة عن بيف برجر، جبنة حلوم مشوية، امريكان تشيز، بصل مكرمل، بيف بيكن، طماطم، مايونيز، خس، خيار مخلل، صوص باربيكيو وصوص جبنه. هقول لكم يعني دي حاجه قلتها او بص نبص عليه من جوه كده. هقول لكم على حاجه قلتها كتير. انا مش من هواة صوص الباربيكيو رغم ان ناس كتيره بتحبه. عايز اوريكم كمان تخن البرجر. مش من هواة صوص الباربيكيو لانه غالب على اي طعم. الباربيكيو صوص من الحاجات اللي بتغطي على طعم اي حاجه تانية، فانا عاده مش من هواه الحاجات اللي معموله بصوص الباربيكيو، بس نجربه.
هدور لكم على المضغه بتاعت البرجر ان هي حلوه ولا مفتل ولا ناشف ولا بس زي ما قلت لكم للاسف صوص الباربيكيو اللي بيغطي على كل حاجه، فانا مش قادر اديك تفصيله للفليفرز اللي جوه الساندوتش. بس للناس اللي بتحب صوص الباربيكيو ده طبعا هيبقى الساندوتش المثالي بالنسبه لهم. طيب نيجي بقى لده عشان ده انا فيري انترستنج بالنسبه لي، وهو ساندويتش البط بصوص البرتقال. طبعا طبق البط بصوص البرتقال ده طبق فرنساوي مشهور قوي، اللي هو في امريكا يقول لك داك على لورانج، طبعا داك ده بالانجليزي، بالفرنساوي تبقى كانار. المهم الساندويتش فين اهو، اسمه بيج واك، ده عبارة عن بط صوص اسمه بيكو دي جالو، هي مكتوبة كده، جبنة شيدر أحمر، صوص برتقال، صوص سويت هانج وجرجير. نبص كده على الساندويتش، هو بيطلع للناس كده ولا لأ ما أعرفش، انتوا لما تيجوا شوفوا بنفسكم، بس أنا طلع لي كده. ندوق كده البط لوحده الأول، حلو قوي، حلو قوي بصوص البرتقال ده. الله 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 الله، وات از ذيس، ذيس از اختراع. تعالى نحط شويه صوص برتقال كمان، ذيس از اختراع. نفسي اروح بيتنا بحاجه نظيفه. لا 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 لا، ده عبقري، الساندويتش ده عبقري. طعم البط وفي شطشطه خفيفه كده في الاخر وانت بتبلع، طعم البط بصوص البرتقال بالجرجير في الاخر بالخلطه، لا 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 ميكس حلو قوي. بس خلي بالكم للي ما بيحبش الحراق، في حاجه في الاخر، ده فلفل اسود بقى ولا ايه مش عارف، بعد ما بتبلع في حرقان خفيف كده في الزور. تحفه تحفه، وانا نادرا ما اقول على حاجه تحفه. بكام بقى يا عم ساندوتش البط ده؟ اين انت يا بطبوط؟ اهو ده ب 85، ده الكبير، وفي منه ب 60 الاصغر. حلو قوي، نبص عليه بصه كمان، جرجير اهو، ده من العكس بقى، انا ببص عليه من العكس، وده البط بالخلطه بتاعته والجبنه الشيدر الصفرا، وانا ما بحبش الحراق بس مش مضايقني، اللي هو في الاخر ده مش مضايقني. طيب كده خلصنا اول فقره، تعالوا نخش على تاني فقره. هنبتدي باول ساندويتش من الساندويتشات اللي هي ايه، الاختراعات الافتكاسات اللي احنا جايين عشانها اصلا. ده اللي هو ده اسمه بيج باز، اللي هو الشورت ريبز، عباره عن شرايح شورت ريبز او
شورت ريبز الاضلاع القصيره واناناس وجبنه شيدر حمراء وصوص سويت هانج وجرجير. طلع السكينه كده ونفتحه قدامكم. باين طبعا الجرجير وباين الريبز او شورت ريبز والاناناس والصوص. جانتي جدا الصوص ده، جانتي جدا جدا. في الحاله دي من خلي بالكم بقى ان حته اللحمه كبيره وتقيله، فما تمسكش الساندوتش زي ما بتمسك الساندوتشات العاديه، يعني لازم تقفش فيها. ناخد كده حته لوحدها من غير حاجه. حطيناها بدهنها. يعني انت تاخد الساندوتش ده وتكوع، بس الطعم رهيب. طب ناخده من الناحيه الثانيه. وفي هو كبير حبتين. دي حته انا عايز اوريكم حته اللحمه بقى. معلش قرب كده الزوم. شفت بقى دي حته واحده، فانا مش عارف اتعامل معاها، فهطلعها بره الساندوتش وادوق الناحيه اللي فيها الحته الرفيعه دي عشان ما بهدلش الدنيا. الطعم حكايه، حدوته، بس خلينا نقول اولا ان حته اللحمه دي بتتحط في التدخين لمده 14 ساعه، بس برضو اللي سنانه ضعيفه او بيلبس طقم ما انصحوش، عايز اسنان شديده. طعم رهيب. فكرة اللحمة مع الصوص بتاعهم مع الأناناس رهيب. طيب ده عايز واحد فعلا زي ما كاتبين هنا كده، تعالى جعان وامشي مبسوط. ده عايز واحد جعان يجي يضرب الساندويتش يتكوم. هنقيس التاني، هنقيس هندوق التاني اللي هو الريب آي بقى، حتة اللحمة بتاعت الريب آي. طب ايه، انا مش عارف امسكه اهو. نودي ده هناك ونجيب ده هنا، نفك السكينه ونفتح الساندويتش، ندوق الصوص. هو نفس الصوص تقريبا. طيب ده قطع دريب اي جبنه شيدر احمر، بس هنا بقى صوص باربيكيو وصوص سويت هانج. ده السويت هانج، يمكن الباربيكيو في حته تانيه بقى. والجرجير اهو نشوفه برضو. هم حاطين هنا قطعتين. نسيت اقول لكم ان ده ب 85 وده ب 130. هم حاطين هنا قطعتين، فانا برضو عشان اعرف ادوقه خليني ادوقه بواحده بس. بس قبل ما ادوق بواحده بس عايز اوريكم كده اللحمه وهي بتتفك من بعضها. بصوا بصوا جانتي. تحفة تحفة. ناكله بقى كساندويتش. بيجي لي ساعات تعليقات على موضوع الساندويتش ده. هي كلمة فرنساوي، عايز تقولها ساندويتش، عايز تقولها ساندويتش، عايز تقولها ساندويتش، انت حر. قولها زي ما تقولها. المهم في الاخر ان هو حاجه ما بين حتتين عيش، قولها زي ما تقولها، ما تفرقش يعني. النطق مش هيفرق معانا في حاجه. ده اشهل في الطقم في القطمه بتاعته من الشورت ريب. مش في حاجه بقى. وده ممكن يبقى ذوقي الشخصي. نهله كل شويه تشاور لي اهو اهو اعمل ايه طيب؟ في حاجه بالنسبه لي انا، ده ملحه عالي شويه.
وغالبا مش ملح، غالبا هو الصوص. في حاجه معليه الملح بتاعه، انا كنت افضل لو الملح يبقى اقل من كده، بس ده ذوقي الشخصي يعني. انا خلي بالكم انا شخص اصلا ملحي خفيف قوي في الاكل، انا بحب اركز في الطعم الانجريدينتس او الحاجات اللي جوه المستخدمه في الطبخه يعني او في الاكل. فبطبعي ما بحبش الحراق وما بحبش الملح زياده عشان اعرف اركز في الفليفر. بس ممكن الناس اللي بتحب الملح يعجبها ده، انا ضايقني ما اضحكش عليكم، ضايقني شويه. طيب وقلنا سعره خصانه، خصانه ده حته لحمه لوز خصانه. طيب نيجي في دي، هو انا كنت طالبه سنجل بس هو جابه دبل، الشيف عايز يكرمني يعني فجابه دبل. هو ما خدش باله من فكره ان انا الدبل ما بعرفش شكله قدام الكاميرا ولا من ورا الكاميرا، مع ان انا بقي كبير مش صغير يعني. الناس اللي بتعمل بقى ثلاث ادوار دول ما اعرفش الناس تاكلها ازاي. المهم ده اسمه فلافيوس، وده هما ثلاث مقاسات، السمول ب 59، الدبل اللي هو ده ب 74، والتريبل ب 89. ده في تريبل كمان لو يوصل لحد هنا. تقفله ازاي بقى جوه بقك ما اعرفش. نشيل السكينه ونفتح الساندويتش نبص عليه. ده عباره عن برجر دجاج وجبنه وفرايد موتزاريلا اهي، وخس وخيار مخلل وتركي اهو، وامريكان تشيز اهو، ومايونيز وصوص جبنه، يعني جبنه محشيه جبنه. طب خلينا نشيل اللي فوق عشان نعرف ناكلها برده نفس النقطه، وناخده سنجل اهو. بصينا فيه كله، الخيار المخلل والكابوتشا والمايونيز والكلام ده كله. ده برجر تشيز، اكلك منين يا بطه؟ ايوه ده بقى طعم المسكر بتاع المايونيز والفرايد بس البرجر التشيكن برجر يعني مفروم، مش حته واحده، عندهم سندوتشات حاجات تانية حته واحده. ده تشيكن برجر موزون قوي في الطعم وفي الانجريدينتس. كما قال الكتاب صح كده. وصلنا لاخر حلقه النهارده، احنا قلنا ده الدبل ده ب 74. اوكي نسيب ده هنا، انا بعتذر لكم عن منظر القميء، ناخد بق كده عشان نهضم ونختم الحلقه. ايه ده نسيت؟ لا استنى، نسيت حاجه. فين الابيتايزرز؟ ده اسمه باتو ستار، ده على شكل نجم كده معمول من البطاطس البيوريه، بطاطس مهروسه وبعدين مقلي نحطه في ده. ده ايه ده؟ مايونيز. بيجي معاه مين عينه في البتاع بتاعتي، بيجي معاه مايونيز وكاستر. اوكي الحمد لله، هروح بالتيشيرت نضيف. طب تعالوا نلخص التجربه من حيث الاكل. احنا قلنا في كل مره كنا بندوق حاجه كنا بنقول سعرها ونقول راينا فيها ايه. الحاجه الوحيده اللي ضايقتني الشطشطه الخفيفه دي، وده طلع من صوص البرتقال اللي في البط، بس كانت خفيفه ما ضايقتنيش قوي. الملح بتاع الريب اي ضايقني، مملحها، وده غالبا مش ملح، ده غالبا من الصوص بتاعها. انا هشوف، انا هتخانق مع الشيف بقى بعد ما نخلص الحلقه. الافكار حلوه يعني، في افكار تانية ما عملناهاش، في ساندويتش تركي اللي هو ديك يعني، مش المدخن ده، لا ديك عندهم افكار كتير. الموضوع بسيط بمخ نظيف، ديكور عجبني جدا. بص على
تحت الورقه هنا هتلاقي البلازما البلات ميت المهم دي، هتلاقي الاسم محفور في الترابيزات. فكره بسيطه جدا ما فيهاش حاجه بس حلو. الالوان اسود فاحمر، كله اسود فاحمر، حلو. فكره انه اصلا واخد الاسم والمزيكا اللي بتشتغل وانتوا قاعدين بتسمعوا من فيلم، فكره. الساندوتشات فكره. اختيار العيش فكره. مجموعه من الافكار الصغيره البسيطه جدا ولكن معموله باحترافيه بتطلعك في الاخر لتجربه حلوه. السلوجن تعالى جعان تمشي مبسوط، يعني بما معناه وهو ده فعلا من حجم الساندوتشات اللي احنا شفناها والافكار اللي معموله، ما ينفعش تيجي اللي هو ايه مال وبطن، لا لازم تبقى جعان، انت جعان فانت جاي تاكل، وعشان كده اسمها هانجر ستيشن. هانجر بمعنى الجوع، وستيشن محطه، محطه الجوع، تيجي هنا تلغ تمشي مبسوط. هو فمجموعه من الافكار الصغيره امبرسيف تبهرك، اللي هو لا ده في ناس بتفكر، الموضوع مش يلا نعمل فراخ بانيه وبرجر ونبيع، لا 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 لا، في افكار وفي تجديدات. وفي دايما بيفرق معايا قوي المطعم اللي بيزود حاجه في سوق الاكل في مصر، اوكي؟ يعني انت لما بتزود ساندويتش من عندك بفكرتك انت، فانت بتزود حاجه لسوق الاكل في مصر، ما بتقلتش. وللاسف في مصر هنا عندنا مشكله الكوبي كاتس، اللي هو واحد عمل حاجه ونجحت فده يعمل زيه وده يعمل زيه وده يعمل زيه ويبقوا جنب بعض، حاجه يعني تضايق جدا. ارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بحلقتنا النهارده. بفكركم ان اللحمه دي بتستوي في 14 ساعه، هم بيحطوها تتدخن 14 ساعه، ولذلك بتطلع الزبده زي ما قلت لكم. ونشوفكم في حلقه تانية من الاكيل ان شاء الله.